عن علي خامنئي ويصفه بصاحب اليد المشلولة، ثم ينكص ويتراجع ويقول في فيديو له أني ما كنت أعني السيد القائد علي خامنئي حفظه الله، وباسم الكربلائي يعرف علي خامنئي أكثر من عندي آني، أنه مجرم طاغية منحرف قاتل للأبرياء. باسم الكربلائي أكثر من أمير القريشي يعرف علي خامنئي. شوف أنا جاي أعترف في تقرير ماذا؟ ها؟ عن وضع مواليه في تلك المنطقة. ثم جرى ذكر قوم فقلت جعلت فداك إنا نبرأ منهم. هذول اللي دزيتنا قلت شيعتك يا ابن رسول الله، هذول مو شيعتك، هذول هذول ضالون مضلون خارجون عن المذهب، مولا نصدر فتوى ضد هاي 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 الآفة اللي الآن واقعة بين بعض عوام الطلبة بيني وبين الله. شنو يعني بيني وبين الله؟ كل واحد من حقه يوميا مصدر بيانية، هذا الضال وذاك مضل وهذا خارج مذهب، شنو يعني؟ نفسه هذا المنطق أمامكم. ثم جرى ذكر قوم فقلت جعلت فداك إنا نبرأ منهم. يا بل لماذا تبرؤون منهم؟ إنهم لا يقولون ما نقول. خلص الضابط عنده شنو هو مولانا؟ شنو الضابط؟ يتبنى آراء الفلاني أو لا يتبرأ؟ لا يتبنى، لا، بمجرد لا يتبنى آرائي فشي يصير مولانا؟ ظلوا نخرج يخرج خلص. نفس الحالة، شوفوا هسه تعالوا انظروا أن الإمام كيف عالج هذه الحالة المرضية، هذه الحالة الجهلية، انظروا كيف عالجها الإمام. فقال يتولون، هذول من محبينا لو يقولون إحنا من أعداء أهل البيت، يتولون ولا يقولون ما تقولون تبرؤون منهم. قال قلت نعم، بل يحبوكم ويقولون احنا من شيعة منه، ها شيعة علي واهل بيته، ولكنه لا يقولون كل ماذا؟ كل ما انتم تقولون، مو ما نحن نقول، كل ما انتم تقولون. انظروا الى جواب الامام، قال فهذا فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا أن نبرأ منكم. إذا صار البناء، إذا ما لا يقولون ما تقولون تبرؤون، إذن إحنا لابد شنو؟ هم نتبرأ منكم، لأنه عندنا من المعارف عندكم أنتم ما عندكم مولانا، إذن لابد شنو؟ يعني التوحيد الذي يملكه علي يملكه أحد من شيعته، إذن لابد يقول هذا موحد لو مشرك. المعرفة التي يعرف علي نفسه بها ويعرف بها رسول الله يعرفها أحد؟ لا يعرفه، إذن لابد ماذا؟ هسأ الآن التفت إلى الجملة الثانية، هاي الجملة الأولى، التفت للجملة الثانية، هواي مهمة أعزة أحفظها. قال قلت لا، السائل قال جعلت فداك، قال وهو ذا عند الله ما ليس عندنا أفتراه اطرحنا. الله يعرف نفسه أكثر مما إحنا نعرفه مولانا، فإذا صار البناء أنه ما نقول كما يقول عن نفسه، مفروض شنو يتبرأ من عندنا لو ما يتبرأ؟ هذا منطق أهل بينك وبين الله، هذا لو تخليه عند هاي الفتاوى اللي دا تطلب يمنى ويسرى دا تطلع مولانا الآن على المواقع والفضائيات، ما فرق ما نجف وقم مولانا إيش سوية مولانا. طبعا البعض، ها أنا ما تصور الحالة، الحمد لله مو حالة عامة، الحمد لله الحالة استثنائية مولانا من هنا وهناك، وعموما عندما أراجعهم أجد بيني وبين الله أجد المتكلمين فيها ليسوا أهل معرفة بالضوابط، الحمد لله. هاي رواية عزيزي، الرواية الثانية،